الحياة، مرحبا بكم في أكاديمية فن الحياة. اليوم نجد سعيد وفرحان بزاف لأن طاح الشتاء. الفلاح ديما كيعجبو الحال ملي كطيح الشتا، والسعادة الفلاح ديما مع المطر وامطار الخير. فكانت بشرة هاد الصباح، بدات شويه الشتا، بدات كتنقط الشتا. فالجميل هو اننا عشنا السعاده بواحد الرائحه اللي بدا كيطلقها الجو، اللي كتطلقها التربه، وان شاء الله هادشي من بعد نهضروا عليه ان شاء الله باذن الله. فهاد الرائحه اللي كتجي من التربه وكتجي من بعض النباتات اللي كتطلق هاد الرائحه، زائد بعض البكتيريات اللي كتكون في التربه. فاحنا جد فرحين، وحنا ان شاء الله في حلقه اخرى من حلقات اكاديميه فن الحياه. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المتابعه ديالكم ديال الحلقات. قلت لكم اللي غيكونوا حلقات مكثفه، حاولوا تصبروا معنا شي شويه. فان شاء الله الحلقات المقبله، انطلاقا من الحلقه ديال اليوم، غادي ندخلوا لواحد المكان اللي هو مكان منعرج في الحياه ديال الانسان وفي الصحه ديال الانسان. وهذا المكان هذا هو المطبخ. فغادي يكونوا حلقات ان شاء الله باذن الله على المطبخ، غنشوفوا الحيتيات ديال المطبخ. وما يمكنناش نهضروا على المطبخ، وقبل ما نهضروا على اي شيء في المطبخ ما يمكنناش نبداو الا قبل ما نهضروا على الاواني. فلا شك ان استعمال البلاستيك واستعمال الالومنيوم وهذا البلاستيك الغذائي وهذا الخزعبلات، مع العلم انه لا يوجد بلاستيك، هذه نقطه ديروها في البال، لا يوجد ما يسمى بلاستيك اليمونتير او لا بلاستيك غذائي. واخا هادشي كامل نهضروا عليه ان شاء الله باذن الله. فما يمكنناش ندخلوا في, 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 في ارجاع الانسان للطريق الى الصحه دون اننا نمر عبر المحطه والمنعرج الاساسي في الصحه ديال الانسان هو المطبخ. فالمطبخ هو صانع الصحه، هو صانع المرض عند الانسان. فشوفوا غير فاش كانت المساحه ديالو كبيره عند الناس القدماء، اليوم ولات مساحه صغيره. يعني بزاف الامور اللي ضيعناها في المطبخ، مع العلم ان هذا مختبر انساني في الاسره وفي المجتمع اللي سميتو ومكان الورشات، لان وجبه هي ورشه تقدر تنجح قدر ما تنجحش. مي المطبخ كيبقى اساسي في صناعه الصحه ديال الانسان. فاليوم غنهضروا على الاواني، وخاصه بعض الامور اللي خاصها تكون في المنزل ديالنا. فغالبا ما كنشوفوا دابا يعني في الحياه اليوميه ديالنا الاستعمال ديال الموس والفرشات، غنهضروا على هذه المسالات، الشوكه وهذا الموس، على الفرشات والموس غنهضروا عليهم، حتى هما غادي نحيدوهم، غادي نشوفوا منين جات هذه العاده، وغنشوفوا هذه عقده من العقد، وغنهضروا على بزاف النقط. احسن اله هي هذه في الطبخ، في العجين، في التحضار، في الماكله، في الاكل، اليد، شي كامل غنهضروا عليه. فتشوفوا حدايا باللي هاد الماده اللي سميتها الخشب شنو خرج منها الانسان. ها لما كان الذكاء، لما كانت القيمه ديال الانسان تقاس بالذكاء. اليوم شحال من الناس يعيشون الجهل، كيقوموا باخطاء، والانسان بطبعه خطأ، ولكن باش تولي تدافع على الخطا ديالك بواحد كما كنقولوا حنا بالغالي والنفيس، كاين الناس ارتكبوا اخطاء في العديد من المجالات، المجال ديال التربيه والمجال ديال بزاف الامور، وتشوفوا الضجه اللي وقع دابا. الخطير هو ان كاين بعض الناس فيهم عقد كيسحبوا من الناس، يعني الدماغ صافي مشى، الدماغ يمكن انه يحيا في اي لحظه. والناس اللي كيدير الغلط ويعترف بالغلط ديالو، انا درت الغلط نعترف بالغلط ديالي، هذا شيء حميد، وهذه الثقافة خصنا نزرعوها فينا، نزرعوها في وليداتنا وزرعوها. فالخطأ الخطير هو كاين اللي كيدير الخطأ وكيعرف راسو بلي راه دار الخطأ، وهذاك الكبرياء ديالو علم الله هذا المرض منين جابو، كيدافع على الخطأ ديالو. انتم راكم كتعرفوا انا علاش كنهضر العديد من الضجات اللي كاينه دابا، فانا غنبقى في مجال التخصص ديالي. فقلت انا هذا الخشب هذا شوف شنو صنع منه الصانع، على فرشاة، معلقة بالأشكال ديالها، جميع الأنواع والأشكال.
عندو مع كثرة انا كنستعملهم الوغ جميع الانواع والاشكال فقط من الخشب. فهاد الناس هادو واش كانوا ما كيفكروش؟ لا كانوا كيفكروا بواحد الطريقه اللي هي طريقه رائعه جدا. حنا في عوض ما يجي الانسان ويفكر في اشياء ولينا كنعلموا لولدنا لا شد الموس باليمين لا شد الفورشيط باليسار لا كيفاش تاكل، هادي خزعبلات وغنهضروا على هادشي كامل ان شاء الله باذن الله. في اكاديميه فن الحياه ارتئينا اننا نشدوا لو سيكل، نشدوا الدوره كامله، غنوريكم كيفاش ديروا الفلاحه، كيفاش تفلحوا راسكم، كيفاش تصاوبوا النعناع على راسكم، بداو غير النعناع والقزبر والمعدنوس، كيفاش تصاوبوا داكشي وانتم غاديين حتى توصلوا ديروا واحد الانتاج. انا بغيناكم توليو تحسوا بهادشي هذا، يعني ما عطيش ما يتصاوبها تحس بيها. وحنا دابا في المرحله ديال الطبخ، مرحله ديال المطبخ، عاد نجيو المشاكل الصحيه. فحنا غاديين اكاديميه في الحياه والانطلاقه الرسميه ديالها، فحنا غاديين مرحله بمرحله. فقلت انايا هاد الماده ديال الخشب كتذكرنا بالطبيعه، وجسم الانسان يحب الطبيعه. فالاواني، ونعطيكم مثال، مشيو شريو واحد مثلا كوكوت ديال الالومنيوم، شريو الانيه ديال الضغط، شريوها وزنوها، اشتغلوا بها واحد 3 سنوات ولا 4 سنوات وعاودوا وزنوها. اش 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 لاباس الناس غيولفوك معايا، يلاه جلس وما ديرش البساله. فقلت لا 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 خذوا هذه الطنجره هذه ووزنوها في ميزان ديال ميزان نيميريك وخدموا بها وعاودوا وزنوها عاوتاني، غتلقاو بلي الوزن ديالها نقص. علاش الوزن ديالها نقص؟ لان هذاك الالومنيوم اليوم حكو غدا دوز معلقه بعد فين كيمشي هالمشاكل اللي كتجي. فالاستعمال ديال هاد الاواني هذه كنقول انا غير الانسان لما يخلط لما يدي ماشي باش ناكلو، ما باش ناكلو، حنا غنهضروا على هاد الاشياء هذه وغنهضروا على الاله ديال الاكل اللي هي اليد. فبغيت انا في هاد الحلقه حنا دخلنا للمطبخ، راه حنا في المطبخ والحلقات اللي جايه كلها غتكون في المطبخ. شكرا. الحلقه اللي جايه كلها غتكون في المطبخ، فربطوا الاحزمه وصبروا معنا شويه. سي فري غادي نكونوا شويه يعني نعطيو اشياء بين حنايا كنعطيو اشياء وكيبقى لكم نتوما الاختيار. فاستعمال الاواني ديال الحمد لله هادشي كنبدا ينقرض، مي ولا الحمد لله كيرجع لانه ولا الطلب. كنشكركم بزاف لان نتوما اللي كتحكموا في العرض والطلب، لوفر ولا دوموند، نتايا كمستهلك اللي كتحكم في العرض والطلب. ف بدا كيرجع هادشي هدايا وبسببكم نتوما رجعتوا طالب على هادشي باش لقينا حنا هادشي، والحمد لله كاين واحد الوفره. فان شاء الله بغينا هذه الحلقه نثيروا انتباه ديال الاواني ديال الالومنيوم، الاواني ديال البلاستيك وهذه الوغ المطبخ من ندخلوا له قبل ما نهضروا على الطياب هذه، هذا الشيء هذا كامل خصنا نحيدوه من المطبخ ديالنا. فكنتم في الحلقه ديال استعمال الخشب في الحياه ديالنا وخاصه الطبخ ديالنا. فهذه فقط هذا هو الخلاصه ديال هذه الحلقه هذه كامله. فان شاء الله باقين حلقات مقبله في المطبخ، كاين اشياء قويه اللي غنهضروا عليها ان شاء الله باذن الله. ف خليت لكم الراحه، كنتم في الحياه في اكاديميه فن الحياه، وما تنساوش اكاديميه فن الحياه عالم قديم يناديكم. السلام عليكم.